عايز اكمل الكلام على قرعه بطوله الدوري النهارده، واخيرا خلاص بقى في قرعه لبطوله الدوري، والاهم ان تم تحديد ميعاد انطلاق البطوله بشكل رسمي. ميعاد الانطلاق هيكون يوم 21 من الشهر الجاري، 21 سبتمبر، اول مباراه في بطوله الدوري. لسه التفاصيل هيتم الاعلان عنها زي ما قالوا كده النهارده خلال 48 ساعه، كل تفاصيل مواعيد المباريات، الساعه كام، مين هيلعب يوم كذا ويوم كذا. يعني يوم 21 ده مش عارف هيبقى يوم موافق يوم ايه، لكن في العموم اعتقد هيبقى يوم سبت. ففي العموم هيبقى في ماتشات يوم السبت، وارد يبقى في ماتشات يوم الاحد. لسه كل الحاجات دي والتفاصيل دي هيعلنوا عنها خلال يومين. كمان موقف الفرق، وده مهم قوي، موقف الفرق اللي هتشارك في بطولات الافريقيه، سواء دوري ابطال افريقيا فيما يتعلق بالاهلي والزمالك، او الكونفدراليه فيما يتعلق ببيراميدز والمصري. النهارده حسام الزناتي قال ان الانديه الافريقيه او الانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه هيبقى ليهم، لو هيلعبوا داخل مصر هيبقى ليهم 3 ايام راحة قبل المباراة وثلاث أيام راحة بعد المباراة. لو هتلعب خارج مصر هيبقى 4 أيام راحة قبل المباراة و4 أيام بعد المباراة. لكن كمان لو وصلت لدور قبل النهائي أو النهائي هيبقى ليك 5 أيام لو هتلعب في مصر قبل المباراة وبعد المباراة، ولو هتلعب خارج مصر 6 أيام قبل وبعد المباراة. حلو قوي إن احنا نقول النظام هيبقى ماشي ازاي عشان يبقى الامور ايه، واضحه للجميع. ما يجيش واحد يقول لك لا انا عندي ماتش افريقي مهم، 3 أيام مش كفايه، حتى لو هيلعب في القاهره او حتى لو هيلعب في مصر، يعني 3 أيام مش كفايه، انا عايز اكتر من كده. والكلام اللي حضراتكم طبعا شفتوه وزهقتوا منه اكيد على مدار الموسم اللي فات. فالنظام حلو، ولما يكون في نظام لازم نشيد بيه في الحقيقه. فكويس قوي ان تم الاعلان على كل هذه الامور عشان ما حدش يرجع يتكلم يقول ايه احنا عايزين 4 أو 5 6 أيام قبل أي مباراة وكلام من ده. نتمنى كمان هما زي ما قالوا إن خلاص الدوري هيبتدي 21 سبتمبر، يخلص في شهر مايو، شهر 5، والمواعيد كلها هيتم الإعلان عنها خلال يومين. نتمنى إن شاء الله النظام يكون واضح ويبقى فيه سيستم ماشي عليه الدوري من البداية لحد النهاية، المؤجلات تبقى في أضيق الحدود، أضيق الحدود لو لا قدر الله في حاجة جامدة قوي يعني. غير كده عايزين بقى ننبسط بالدوري. حسام بقى لما الجمهور يرجع باذن الله ويحضر الماتشات، كل جمهور الكره المصريه الكل يحضر ويشجع ويؤازر فريقه فقط دون التطرق لاي فريق اخر او دون التطرق لاي جماهير اخرى، لان ده هيضفي متعه مميزه وكنا شفناها زمان قوي في الدوري على المباريات بشكل عام.